والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين يا رب تكونوا بخير دايما. معكم اسلام اشرف في فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون شرح الترند اللي انت شفته في اول الفيديو ده. لو عايز تعرف تعمله ازاي بطريقه سهله وبسيطه، يا ريت تتابع معايا الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدا اي حاجه، طبعا اذكروا الله وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ما تنساش اللايك الجميل طبعا، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الشروحات الجديده اول باول. وبس كده، يلا بينا نخش في الشرح على طول. اول حاجه ندخل على الانستجرام زي كده، ما تنساش تعمل لي فولو يا ريت. وبندخل على الستوري ونضيف الصوره اللي احنا عايزين نكتب عليها كلام الترند. واول حاجه، من قبل ما تكتب اي حاجه خالص، هتعمل سيف للصوره زي ما انت شايف كده. بعد كده نبدا ان احنا نكتب مع بعض كلام الاغنيه، وهنبدا ان احنا نغير الخط زي ما انت شايفين كده. وبعد كده نعمل سيف للصوره. اهم حاجه ان انت كل ما تكتب كلمه تظبط المكان اللي انت عايز تحط فيه الكلام، وبعد كده تعمل حفظ للصوره من الثلاث نقط اللي على الشمال. وبس كده، نكتب مع بعض كلام الاغنيه وارجع لكم تاني على طول. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ويلا بينا. بس كده ابطال، خلصنا الكتابه مع بعض واحده واحده زي ما انت شفتوا في اول الفيديو زي كده. وبعد كده هنفتح برنامج كاب كات ونضيف الصور بتاعتنا بالترتيب. هنخش على كاب كات اللي قدامكم ده زي ما انت شايفين كده، هيظهر معانا بالواجهه دي. هندوس على كلمه نيو بروجكت اللي هي اللي قدامكم دي على طول، وتضيف الصور بتاعتنا بالترتيب. بعد ما ضفنا الصور زي ما انت شايفين كده شباب بالترتيب، هندوس على كلمه ادود اللي هتلاقيها تحت الصور دي بالظبط. وبعد كده نختار الفولدر ده ونضيف منه الصوت اللي هسيبه لكم في جروب التليجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. اول ما تخش عليه على طول هتلاقي الفيديو، حمل الفيديو وخد من الصوت. وتابع معايا بقى الفيديو، يلا بينا نظبط الثواني مع بعض. اهم حاجه تمشوا معايا خطوه بخطوه، وتابع معايا الفيديو للاخر. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك الجميل، وهسيب لكم الثواني اهي، وهسيب لكم دي الثواني بتاعت الفيديو، خدها سكرين او ظبطها على الصور بتاعتك معايا، وهيطلع معاك الفيديو مظبوط. بس لو في اي مشكله وقفت معاك اكتب لي في الكومنتات، ارد عليكم على طول. ولو في اي شرح تاني عايزه اكتبوا لي في الكومنتات، انزله لكم في الفيديوهات اللي جايه. ويلا بينا نظبط الثواني مع بعض وارجع لكم تاني على طول. Thank you.
وبعد ما خلصنا الثواني بتاع الصور زي ما انتم شايفين كده يا شباب، هندوس على الفاصل اللي بيبقى بين كل صورة وصورة زي ما انتم شايفين كده، يظهر معانا الافكتات دي كلها. نختار افكت اسمه بلاك فيد ونحدد الصور كلها وندوس على علامة الصح. بعد كده تدوس على افكت، بعدين فيديو افكت، بعد كده تخش على بارتي وتختار بلاك فلاش او الواحدة في الصف الثاني على الشمال، وهنحددها في اول صورة بس زي ما انتم شايفين كده. بعد كده ندوس على فيديو افكت ثاني، بعد كده تخش على افكت، بعد كده تخش على بيزك، وبعد كده تختار شيك وتحددها برضه على اول صورة زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هندوس على اول صورة، بعد كده تخش على الانيميشن عشان نظبط الافكتات ونختار كومبو. بعد كده تبدأ ان انت تختار الافكت اللي هيليق على الصور بتاعتك، شوف المناسب معاك واستخدمه. وانا مش هسرع لكم الافكتات دي عشان لو عايزين تعملوا نفس الافكتات اللي انا عاملها في الصور بتاعتي. وبس كده خلص الافكتات وارجع لكم تاني على طول. بس كده يا شباب، بعد ما خلصنا الانيميشن هنشوف الفيديو سريعا مع بعض، لو في اي حاجه عايزين نعدلها نعدلها، مفيش اي حاجه نسيب الفيديو على طول من العلامه اللي فوق على اليمين دي. وبس كده يا شباب، الفيديو طلع معانا مظبوط. لو وصلت لحد هنا تبقى انت صديقي الصدوق، واتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك الجميل وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الشروحات الجديده اول باول. لو عايزين اشرحات تانيه اكتب لي تحت في الكومنتات، وهسيب لكم لينك جروب التليجرام تحت في الوصف. اول ما تخش عليه هتلاقي الفيديو على طول، هتخش عليه وتحمل الفيديو وتاخد منه الصوت، تابع معايا طبعا الشرح اللي احنا عملناه كل ده. وبس كده هتكون نتيجة شرح فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.